بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، سيكون هذا الدرس بعنوان التزكية في رمضان بمناسبة قدوم شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الصيام وأن يوفقنا للصيام والقيام والدعاء. وكما يعلم الجميع أن تزكية النفس من أهم الأمور، إن الإنسان ينبغي عليه أن يسعى في تزكية نفسه، يسعى بكل وسيلة لكي يرتقي وليصل إلى تزكية النفس، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها. نعم، أقسم الله عز وجل فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذن أخبر الله عز وجل بفلاح من زكى نفسه. قد أفلح من زكاها، أي بالأعمال الصالحات الطيبات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. زكاها بأن رباها وعودها على الأعمال الصالحة الطيبة، ونقاها من الأعمال الرديئة، من الأعمال الخبيثة، من الشرك والبدعة والمعاصي وغيرها. إذن ينبغي على المسلم أن يسعى في تزكية نفسه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يدعو بذلك، لأن من زكى نفسه فقد أفلح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. بل أيها الإخوة، إن تزكية النفوس هي من مهمة الرسل، من وظائف الرسل تزكية النفوس، إرسال الرسل وبعث الرسل تزكية النفوس. كما قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال السعدي رحمه الله: ويزكيكم، أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية. إذن تزكية النفس من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يسعى لها. وإن رمضان والله فرصة أن يعود الإنسان نفسه وأن يربي نفسه على تزكية النفس. لماذا؟ لأن الصيام كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام المسلم يجتهد في أن يحفظ نفسه عن المعاصي، ففرصة ما دام أنه شهر تفتح فيه أبواب الخيرات وتغلق فيه أبواب النيران، ويكثر فيه الخير، ويقبل الناس على الطاعات، ويقبل الناس على الأعمال الصالحات، فهذه فرصة للإنسان أن يزكي نفسه وأن يعود نفسه على الأعمال التي فيها تزكية للنفس. فرصة هذه. فمن أعظم الأعمال التي ينبغي أن يسعى وأن يجتهد المسلم أن يزكي نفسه، وهي من أعظم تزكية النفس، غض البصر. قال الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله أكبر، هذه آية عظيمة من علامات التزكية، أن يغض الإنسان من بصره. وكما تعلمون انتشرت المحرمات وتسهلت المحرمات عبر القنوات والإنترنت وغيرها، فالإنسان يجاهد نفسه ويجعل رمضان انطلاقة لتزكية النفس، فيغض من بصره ويجاهد نفسه إذا أراد أن يصل إلى تزكية النفس. لماذا؟
لأن تزكية النفس من فضل الله. نعم من فضل الله. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. من أعظم النعم أن يزكيك الله تبارك وتعالى وأن يطهر قلبك من الشرك ومن البدعة ومن المعصية ومن الأخلاق الرديئة. هذه من أعظم النعم. فالإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه أن يقوم بالأسباب، أن يفعل الأسباب التي تؤدي إلى تزكية النفس، ومن ذلك غض البصر عن المحرمات كما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. ولذلك قال ويحفظ فروجهم. فإن قال قائل لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج مع أن حفظ الفرج هو الأصل؟ نقول لأن إطلاق البصر سبب والعياذ بالله إلى أن الإنسان لا يحفظ فرجه، فإذا غض من بصره حفظ فرجه، لأن الإنسان إذا أطلق بصره إلى الحرام ربما وقع في الحرام، ولذلك قدم غض البصر، فإن البصر والنظر إلى المحرمات يجر إلى الحرام. فالإنسان حينما يشاهد المحرمات والنساء وغيرها فإنه والعياذ بالله ذلك يجر إلى أن يقع الإنسان في المحرمات وغير ذلك، ولذلك أمر بغض البصر. أيضا غض البصر تزكية للنفس. لماذا؟ لأن غض البصر إغاظة للشيطان، إغاظة للشيطان. ومن المعلوم أن أي عمل فيه إغاظة للشيطان فهو من أعظم تزكية النفس، لأنه إذا غضب الشيطان رضي الرحمن. ومن المعلوم أن غض البصر أو إطلاق البصر للمحرمات هذا يفرح الشيطان، فحينما الإنسان يجاهد نفسه ويصبر نفسه ويريد ما عند الله عز وجل ويغض بصره فإن هذا تزكية للنفس. نعم. وغض البصر الجميع يعرف فيما فيه من الفضائل العظيمة من تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم. وأيضا غض البصر، وأنا ذكرت هذه النقطة لأنه كما تعلمون الآن انتشرت القنوات وانتشر الإنترنت وغيرها وتسهلت المعصية وانتشرت المعصية والنظر للمحرمات، فلذلك ينبغي على المسلم أن ينتبه لدينه وأن يحرص كل الحرص على هذا الأمر، لأنه سبب عظيم في ثبات القلب، فإن الكثير والعياذ بالله قد انتكس و تساهل في المعاصي، تساهل قليلا في النظر المحرم حتى أصبح أمرا عاديا عند كثير من الناس. فغض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. ولذلك ابن القيم ذكر كلمة فائدة، ذكر فائدة جميلة، قال ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيضا غض البصر يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته، وأيضا يفتح طرق العلم، وأيضا يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله لمن آثر هواه على هواه. فغض البصر من أعظم أسباب تزكية النفس. والله المستعان. في شهر الصوم شهر البركات والخيرات، للأسف كثير من المسلمين، وللأسف أقول هذه الكلمة، كثير من المسلمين يطلقون أبصارهم، حتى أصبح عند كثير من المسلمين رمضان كغيره، بل عند البعض رمضان أشد من غيره. تجد أن القنوات تنادي والجرائد والمجلات تنادي أفلام جديدة ومسرحيات جديدة وغيرها، والناس يسهرون الليالي عند هذه الأمور، مع أنه شهر البركات شهر الخيرات وشهر نزول القرآن، بدلا من أن يكون طاعة وعبادة ورجوعا إلى الله يكون هذا المنطلق. فإطلاق البصر خطر عظيم. نعم. فأول أسباب تزكية النفس الاستجابة لأمر الله في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن أسباب تزكية النفس أيها الإخوة الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه أن يزكي نفسه.
ليس هناك توفيق إلا من الله عز وجل. فمن أراد التوفيق، من أراد العلم، من أراد الطاعة، من أراد العبادة، عليه ماذا؟ عليه أن يسأل الله. قال الله عز وجل عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. إذن ما الذي يجعلك مقيم الصلاة؟ الله عز وجل، الله هو الفاعل. فإذا أراد الله، إذا أراد العبد أن يجتهد في طاعة، في عبادة، في أي عبادة من العبادات، عليه أولا وقبل كل شيء أن يجتهد في سؤال الله تبارك وتعالى. كل خير، كل نعمة من الله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وزكيها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فعلى الإنسان يجتهد كل الاجتهاد أن يوفقه الله، وخاصة في هذا الزمان حينما نرى الهزيمة النفسية عند كثير من المسلمين، وبعض الصالحين حينما نرى الانتكاسة عن كثير من مبادئ الإسلام، كلها من قلة الاعتصام بالله واللجوء إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل. لو رجعوا إلى الله واعتصموا بالله وتوكلوا على الله عز وجل لا أنقذهم ووفقهم. احفظ الله يحفظك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله في سرك، في علانيتك، احفظ الله في طاعاتك، قم بما يجب عليك يحفظك الله. أين يحفظك الله؟ يحفظك في سرك، يحفظك في حياتك، يحفظك في قبرك، يحفظك في الآخرة، بل يحفظك كما قال بعض العلماء كالسعدي وغيره، يحفظك الله أن النفس أحيانا تقود إلى معصية، فيمنعك الله عز وجل ويهيئ لك سبب يمنعك من فعل المعصية. الله أكبر، انظر إذا حفظنا الله. يحفظنا أحيانا نقوم بأعمال نريدها نحن، يمنعنا الله منها لمصلحتنا. لأن الإنسان إذا اتقى الله وفقه الله وجاءته المنح الربانية وجاءه التوفيق من كل مكان. وقد أجمع العلماء على أن من أعظم علامات التوفيق أن الإنسان يعتصم بالله، كما في دعاء سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء كما يقول ابن تيمية في الفتاوى، أعظم دعاء هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان بحاجة للهداية أكثر من الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب لو انقطع سيموت، والإنسان سيموت، الإنسان ميت، بينما الهداية لو انقطع الهداية مات قلبه وخسر الدنيا والآخرة. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. فالهداية أهم من الطعام والشراب والحياة، لأن الهداية فيها النور، فيها السعادة في الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء من أعظم الأدعية. ولذلك جاء في دعاء قيام الليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. ماذا قال؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعلى المسلم دائما وأبدا أن يدعو الله عز وجل يوفقه مع فعل الأسباب. أيضا من أسباب تزكية النفس أيها الإخوة الإكثار من النوافل، وخاصة النوافل السرية، وخاصة العبادات والطاعات كقيام الليل والصدقة وطهارة القلب من الغل وغيرها، وهي من أعظم أسباب محبة الله. فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من النوافل: قراءة القرآن، الصدقة، قيام الليل، صلاة الضحى، طهارة القلب وغيرها، ونقاء القلب، وحب الصالحين وغيرها من الطاعات سبب لمحبة الله. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما النتيجة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. نسمع لابن كثير وأيضا لابن رجب في شرح الحديث العظيم الذي ذكرته أنا في تزكية النفس، كيف أنه سبب لتزكية النفس. طبعا الحديث أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه إذا أكثر من النوافل أحبه الله. ما النتيجة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ما معنى هذا الكلام؟ نسمع لابن كثير يقول معنى الحديث، هذا كلام ابن كثير يقول معنى الحديث
أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله، فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله، مستعينا بالله في ذلك كله. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها، قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. انتهى كلام ابن كثير. ونسمع لابن رجب رحمه الله يقول في معنى الحديث، كلام عظيم كلام رائع، لكن متى؟ إذا أكثرنا من النوافل واتقى الإنسان ربه. يقول ابن رجب رحمه الله في معنى الحديث، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فمن أسباب تزكية النفس أن يكثر الإنسان من النوافل. أيها الإخوة، لماذا شرع الله النوافل؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ترويض النفس على الطاعة، شغل الوقت بالطاعات والأعمال الصالحات، تعويد النفس على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل. فمثلا النبي كان يصلي الضحى، النبي كان يقوم الليل، هذا الإنسان حينما يقوم بالنوافل فإنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تسد النقص الذي يقع في الفرائض، أيضا من أسباب دخول الجنة كما في حديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عليك بكثرة السجود أي بصلاة النافلة، معنى السجود هنا بصلاة النافلة. هذه كلمة أحببت أن أذكرها في هذه العجالة تذكيرا ورغبة كما طلب الإخوة مني، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، والله تبارك وتعالى أعلم.